البوزيتيف هو ام ار ان اي، واضح؟ هذا هو خلص، لان هاي السالفه طويله، اذا اشرح لكم الرادح يوم كامل. خوش. الكابسد هو بروتين شيل، هي قشره بروتينيه. خوش. نزل الورقه، عذرا نزل الورقه. هاي فقط المحاضره الاولى، انا اسف خاف يطلع شيء بالتصوير، هاي مالكم علاقه. خوش. نجي هنا عندنا الفايرال انفلوب. شوف هنا هذا البي كابسد يعتبر نيكد فايروس، ورغم انه هو بي كابسد تو قرناها الكابسد نيكد فايروس، لان النيكد فايروس الفيروس النيكد هو عباره كومبوز يتكون من نيوكليك اسيد ماده نوويه وكابسد، يعني هو رغم بي كابسد كبسوله بس هو يعتبر نيكد. زياد المغلف هذا الانفلوب المغلف شلون يعتبر مغلف؟ طبعا المغلف هو الغلاف هو عباره عن لايبو بروتين ممبرينز، غشاء لايبو بروتين يعني بروتين ودهون. خوش. وبي سبايك اشواك، تمام، بروزات اللي هي بروجكت يعني بروزات اللي هي السبايك الاشواك. والانفلوب فيروس منين يتكون؟ من الانفلوب الغلاف والكابسد والنيوكليك اسيد، يعني اذا غطينا الانفلوب بقى بس الكابسد والنيوكليك اسيد راح يعتبر نيكد يعني عريان او بدون شو اسمه، واضح؟ خلاص. هنا الاشكال الايكوسهيدرال اللي هو العشريني مثل البوليو فيروس، خوش، والهيليكال مثل الرايبيز، والكومبلكس مثل البوكس فيروس، تمام؟ خوش. الرياكشن التفاعل ويا الفيزيكال اند كيميكال اجيت العوامل الفيزيائيه والكيميائيه، شلون يتفاعل الفيروس ويا العوامل الكيميائيه الفيزيائيه؟ الهيت الحراره الفيرال انفكتيف الفيروس يتاثر جنرالي بسرعه عامه وبالدسترويد ويتحطم بواسطه هيت بواسطه الحراره، يتحطم من 50 الى 60 درجه ب 30 دقيقه انه تحطم الحراره. وابريسيف يتم حفظه او يحفظ سالب 90 سيليزي او سالب 190 سيليزي بالنيتروجين السائل ليكويد يعني سائل نيتروجين، تمام. البي اتش بريسيرف يحفظ ب 7.3 بي اتش، هذا 7.3 هو يحفظ الفيروس. الايثر اللي هو الايثر يسوون ديستنجوش تمييز فيروس يعني يميز لنا الفيروسات. البوزز الذي تمتلك انفلوب من الدونوت والذي لا تمتلك، دونوت يعني لا تمتلك، يعني الايثر يسوي لنا حاله انه يميز لنا بين الفيروسات اللي تمتلك والفيروسات اللي ما تمتلك، تمام. الديجريديشن ما له علاقه به، بما يتحطم الفيروس هسه راح نعرف، ما له علاقه به. خوش. خوش. الراديشن الاشعاع هو ان اكتف فيروس اللي هو يعطل الفيروس اللي هي الاكس راي والالترا فايلت اللي هو الفوق البنفسجيه. خوش. الفورمال ديهايد شو يسوي؟ ديسترول فيرال انفكتفلي، راح يحطم فعاليه الفيروس اللي هي النيوكليك اسيد، المهم يعرف انه يحطم بس ما كان عقبه بس ما يحافظه. الانتي بايوتيك اللي هي العلاجات نو افكت، لا تؤثر، دير بالك هاي مهمه، نو افكت العلاجات نو افكت، تمام. هذا كله ينحذف، خوش، وهذا كله ينحذف، تمام. وهنا عندنا البالتيمور او تقسيم بالتيمور، الدبل ستراند فيروس لازم تحفظ مثال عليه الادينو فيروس والهيربس فيروس، السنجل ستراند فيروس تحفظ مثال عليه الباربا فيروس، الدبل ستراند ار ان اي ريو فيروس، السنجل ستراند ار ان اي توغا فيروس وبيكو فيروس، وهكذا ذني نحفظ المهمات. خوش. هذا يقول لك اذا فاميلي، اذا تصنيف للفاميلي العائله، فالسوفكس المقطع فيريديا مثل هيربس فيريديا دلاله على العائله، دلالة على الفيروس، السفكس المقطع نهايته فيروس مثل هيربس فيروس، يعني هيربس فيروس هو دلالة على فيروس، هيربس فيروس وهيربس فيريديا دلالة على عائلة، واضح؟ خوش. خلصت هاي المحاضرة الأولى حسب التقنية الوسطى وحسب الحقيبة بصورة عامة.